أسسنا حملة صداقة لأنه النساء عم بتعاني بسبب عدم وجود حضانات بأماكن العمل، والنساء عم تنوجد بمواقف عم تلازم تقرر بأنها تكمل بعملها أو ترجع للبيت. في مادة بقانون العمل اللي بتحكي أنه على كل مؤسسة فيها ما لا يقل عن 20 سيدة موظفة أم متزوجة يعني، وعندهم ما لا يقل عن 10 أطفال عمرهم تحت 4 سنين، مفروض يكون فيها حضانة أو مكان لرعاية هدول الأطفال. احنا في وزارة العمل بدأنا منذ فترة على محاولة تطبيق هذه المادة اللي بتفرض على أصحاب العمل إنشاء حضانات في مواقع العمل للمرأة العاملة، لأبناء المرأة العاملة. هناك في يعني حذر وعدم قبول من أصحاب العمل لهذه الفكرة لأسباب بيعتقدوا فيها بأنه السبب هو سبب أنه سيحملهم عبء مادي كبير، وإضافة لذلك هم بيعتقدوا بأنه سيحملهم مسؤولية إدارية. في أكثر من مكان لما تيجي تسألي صاحب العمل أنه ليه ما بتحط، بحكي لك أنا بخاف أنه الأم تلتهي بابنها. يعني الفكرة اللي بدي أوصلها أنه الستات يعني بياخدوا إجازات وبياخدوا ساعات، بيطلعوا ساعات مغادرة من العمل عشان يشوفوا أولادهم، بينما لو كان في حضانة بنفس مكان العمل كان ما اضطروا لكل هذا الشيء. والمسيرة هاي بدنا نحاول شوي ننشر الوعي، لأنه ما في وعي لا عند المرأة العاملة للأسف ولا عند صاحب العمل بوجود هذا القانون، فلازم يصير في نشر أكثر لهذا القانون حتى يتعمم على الجميع ويصير في التزام وتطبيق أكثر. هلأ احنا قلنا يومين عم بندور على أصحاب عمل عندهم سيدات عندهم الحد القانوني لإنشاء الحضانة، بس للأسف ما في حدا تعاون معنا. احنا كنا حابين نحكي معهم علشان نشوف شو الأسباب اللي بتمنعهم من إنهم ينشئوا حضانات في مكان العمل. لهيك احنا اجينا على حضانة خاصة علشان نشوف إنه قديش هي الكلفة المادية لإنشاء حضانة، وهل هي فعلا مكلفة أو لا. والله أنا اللي قاعدة بشوفه يعني من الناس اللي بيسووا يعني حضانات في العمل بتكون كتير بسيطة، بحيث إنها يعني مجرد إنها بس تأدي غرض واحد اللي هو مكان يكون فيه الطفل. يعني كتير مهم إنه كتير الطفل إنه يكون قريب من الأم، سواء بالحضانة اللي هي فيه اللي في يعني في نفس الدائرة تبعتها، أو بحضانة تكون قريبة على الأم. يعني أنا بستنى يجي بريك الغداء لحتى أجي أشوفها وبقضي معها هاي الساعة. هلأ في شركات تانية بتكون أوريدي مأمنة حضانة هي، بس إحنا شركتنا عاملة بديل إنه قالت لنا إنه سجلوا البيبيات بأي حضانة بدكم إياها وجيبوا لنا إنفويس اللي هي الفواتير لحتى إحنا بيسددوا عنا، فكان كتير منيح. إنه كمان حتى في ناس بيحطوها بمناطق جنب بيوتهم. الشركات اللي مو مطبقة هيك لأنه بتكون شركة صغيرة وبتكون الموظفة خايفة تطلب هالشي، لأنه بصيروا هن يتحايلوا على هاي المادة بالقانون لأنها ضعيفة. ممكن يصيروا يدوروا على موظفة عزبة خصوصي، أو يصيروا يعملوا تنبيه إنذار للتأخير لعلى دقائق. يعني صارت مع رفقاتي على أساس أنه ما بدهم يصير 10 متزوجات عندهم بيبيات. بتهيألي إنه حملة الصداقة عم تشتغل شغل كويس يعني كبداية، يعني بس بتهيألي إنه إحنا محتاجين لأشي أكبر بكثير. يعني يا ريت إنه يكون هاي خطوة أولية في مسيرة كثير كبيرة يشترك فيها الجميع، منظمات مدنية حكومية كل الجهات خاصة، وأهم شيء العاملات، من العاملات المتزوجات هم أكثر فئة المفروض يضغطوا باتجاه إيجاد حضانات في أماكن العمل.